البحث عن شرق أوسط جديد يقوده إلى المغرب هذه المرة، هكذا يصف جاريد كوشنر رحلته إلى المملكة، وهو الذي يقدم نفسه كعراب لمشروع التطبيع مع إسرائيل. لقد كان شرفا لي أن أكون جزءا منه، وأريد أن أشكر الفريق هنا على كل عملهم الشاق. آمل أن يكون هذا ناجحا ومميزا. لدينا العديد من الاتفاقيات التي نتطلع إلى إبرامها بشأن هذا، ونأمل أن تمهد الطريق لسلام دافئ بين إسرائيل والمغرب وشعبيهما. يحط في مطار الرباط بصحبة المستشار الخاص لرئيس الحكومة الإسرائيلي مائر بن شبات، وفي جعبتهما عدة مشاريع لاستهلال العلاقات بين البلدين. 4 اتفاقيات على جدول الزيارة: فتح خط جوي مباشر، وربط الأنظمة المصرفية ببعضها، وإحداث تأشيرة سفر للدبلوماسيين، بالإضافة إلى التعاون في مجال المياه. ينتظر من هذه الزيارة أن تستأنف ما قطع بين المغرب وإسرائيل بعد إغلاق مكتب الاتصال على وقع انتفاضة الأقصى عام 2000 كمقدمة لعملية التطبيع، في وقت يسوقها كوشنر على أنها إنجاز دبلوماسي لإدارة ترامب قبل رحيلها بعد الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء.